السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جيهان وورد. اليوم غنقدم لكم واحد فون دو تاه، هذا نوع آخر من غير فيشي، لاغوش بوزي الغنية عن التعريف. كتاخدوه من فارماسي أو لبارا فارماسي، يكون بثمن أقل. الصراحة زوين وكيصلح للبشرة الدهنية أكثر من البشرة اللي كتكون جافة، حيث هو أصلاً هاد الكريم ناشف. والصراحه زوين بالنسبه للبشره، كيغطي العيوب ديال البشره وكيسد المسام، كيبين لك وجهك صافي رائع للمناسبات. يعني في تكون شي مناسبه هكا، هذا صراحه رائع. كاين على حساب اللون ديال البشره، كاين على حساب تاخدي على حساب اللون ديال وجهك. الصراحه زوين رائع، يعني واخا تقيسيه بالماء ما كيتحيدش ديك الساعه، خصك حتى تغسلي مزيان. صراحة زوين، كنتمنى منكم تجربوه. يعني كديري غير نقيطة كتعطيك واحد النتيجة رائعة، كتعطيك واحد الإشراقة للبشرة ديالك. نتمنى منكم تجربوه ان شاء الله. لاغوش بوزي راه معروف، توليريان هذا تلقاو في بارا فارماسي ولا في فارماسي بارا فارماسي، تيكون ناقص الثمن. الصراحة زوين بزاف، نتمنى منكم تجربوه ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالو، من المعلومات اللي كاتبين عليه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، يكون عجبكم فوندوتا، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد مع شي وصفه جديده ولا شي كريم جديد ولا شي شهيوه ان شاء الله.